التحية هي ما استهل بها بداية اللقاء الذي يجمعنا بكم مشاهدينا ومتابعينا عبر الشارقة الرياضية. جديد المرأة يتواصل، والحصيلة لما تقدمها على الساحة الرياضية هو جزء من طموح تسعى من خلاله الفتاة الإماراتية أن تكون مكملة لحركة النهضة الرياضية. اليوم سنعيش معها فاصلا من محصلة جسدت معانيها لغة العناوين، فخرجت سطورها تقول: سوزان تؤكد بأن إشراقة المرأة على المضمار وراءها جواهر تشع فتضيء الدروب. صهيل الخيول يوعد بوقفة ضد المرض في أكبر تظاهرة للمسيرة الوردية. ملف رياضة المرأة على طاولة مجلس الشارقة الرياضي، والتفاؤل بطفرة نوعية أصبح واقعاً. 5000 متسابق يتحدون مرض المفاصل عبر ماراثون مفتوح. شيفروليه يهرب من رادارات سيدات الشارقة ويخرج فائزاً بثلاثة أشواط في منافسات الطائرة. عشنا العناوين، أما ما بها من تفاصيل فستكون حديث حلقة اليوم، والتي نستهل بدايتها بتوابع النجاح الذي حققته الدورة العربية للأندية للسيدات في نسختها الرابعة، وبالتحديد المردود الإعلامي لها على المستوى الخليجي والعربي، والذي كان صدى من خلال مقال الكاتبة الكويتية سوزان صالح الصحفية بجريدة السياسة الكويتية. نتابع. إمارة جاءت للوجود لتصنع الحدث، فنقب في دروبها العالم بحثاً عن معادن أبنائها، فإذا هي جواهر تشع فتجذب العالم لبريقها. هذا ما اختصره الإعلام الخليجي، وهو يبعث برسالة عبر كاتبة تبث حروفها بكل لغات ليفهمها الغرب قبل الشرق. رسالة أكدت بأن الدورة العربية للأندية للسيدات مغزاها كان أكبر من المكسب والخسارة، فسيدة المبادرات جواهر أرادت من خلالها أن تقول للعالم بأن المرأة العربية ليست هي من تغزل النسيج أو تخبز الخبز، بل هي من تشارك الرجل في صنعة المجد والمنافسة في المضامير والوقوف على المنصات. فاستلهمت المعنى لتتحول بعدها الهواية إلى احتراف، وتفتح الأفق لمجال أكبر عبر عنصر لتحفيز بمبادرة تكريم للأسر التي تهب أبناءها لصنعة مجد. إنها جواهر بنت محمد القاسمي التي بنت أفكارها من نافذة الرياضة لإيمانها بأن العالم ينظر للإمارة بمنطق حاضنة الثقافة وعاصمة لها، ولإيمانها أيضاً بأن حضارة أي أمة تقاس بحجم إنجازها الرياضي. خرجت للوجود أم المبادرات جواهر لتعلن بأن المسيرة لن تتوقف ما دام أصحابها يعيشون الحلم بعين واقع لا بمنطق الخيال. استوعبنا الرسالة ومعانيها من زميلتنا الإعلامية سوزان صالح، والتي يشرفنا بل ويسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف من الكويت. رحب فيك أستاذة سوزان. عزيزتي إيمان، مساك الله بالخير. معك سوزان ناصر من جريدة السياسة الكويتية، يعطيك العافية وعساك على القوة. سوزان طبعا افتقدناكم بعد الدورة العربية. والله حتى احنا وايد صراحة، كانت دورة، كان عرس رياضي يعني جمع الإعلاميات، لم يقتصر فقط على اللاعبات، ولكن كان وجود مميز للإعلاميات العربيات في هذه الدورة. أكيد سوزان، يعطيك العافية على المقال. نود أن تطلعينا على ما بين السطور لهذا المقال، والذي جاء ليحمل عنوانا أسعدنا كثيرا، لأنه بمثابة شهادة في حق دورة غالية على قلوبنا جميعا.
عزيزتي إيمان، طبعا يعني بداية أنا أحب أن أشكرك على هذه الاستضافة، وأشكر مؤسسة الشارقة للإعلام وجميع القائمين على هذا البرنامج. الشيخة جواهر، سمو الشيخة جواهر، يعني أثبتت في كل مناسبة أنها المعين الذي لا ينضب في عطاءاتها في جميع المجالات، ليس فقط على الرياضة، وهي نموذج يحتذى فيه في مساهماتها الثقافية والرياضية والإنسانية، تحديدا الرياضة اللي هو شأننا اللي احنا يعني نتكلمنا فيه. هذه الدورة طبعا أنا حضرت النسخة الثالثة، شاركت فيها وغطيتها إعلاميا، والحين أنا شاركت في النسخة الرابعة. شاهدت في هذه الدورة يعني فرق كان ملحوظ في عدد الدول المشاركة، في عدد المنافسات. هذا يأتي طبعا تسجيل لسمو الشيخة جواهر، لأن هذا هي بفضل دعمها الكبير لهذه الرياضة، لأن هي كان لها في أحد المقالات تقول الشيخة جواهر أن رياضة المرأة، إن رياضة المرأة تأتي من ارتباطها بكثير من القطاعات الرئيسية، أكيد. ولا يعني الحديث عن أن الرياضة بس تماما مفهوم الرياضة أو كأسلوب في الحياة، بالعكس، من تمكين المرأة رياضيا إحنا نستطيع أن نصنع مستقبل. فالدورة أبهرتني، شاهدت فيها كان يعني وايد أمور من حيث الجنود المجهولين اللي عملوا في هذه الدورة، من الزميلات الإعلاميات اللي كانوا مرافقين لنا. طبعا هذا كله يضاف أن الشيخة جواهر جمعت في هذه الدورة، جمعت اللاعبات والإعلاميات، مؤكدة دائما أن المرأة العربية عندما تتمكن من صدرة القرار ستعطي عطاء كبيرا. أكيد. وبعد في شغلة ثانية، أنها هي هذه الخطوة فتحت المجال أمام النساء العربيات والخليجيات لإظهار ما لديهن من مواهب رياضية على المستويات كافة. أحيانا كإعلامية يعني أنا اختصرت الدورة في المقال، ممكن أعجز أني أعبر إيمان عن أنا شنو شفت بالدورة، بس أنا سعدت، وبالفعل يعني مقالي أو كلماتي عبرت عن أنا عن ما أكون في قلبي لهذه الدورة، يعني من ولاء. يعني أحيانا يمكن الكلام يعجز، ما تعرفين تعبرين، ممكن القلم يعبر أكثر. أكيد. نحن حتى سعيدين أصلا بتواجدكم معنا في الدورة العربية. أستاذة سوزان يعني ناصر، النجاح لم يكن للشارقة مستضيف الحدث، ولم يكن الأبطال المتواجدين على المنصات، بل كان نجاحا لكل رياضية شاركت وساهمت. من هنا كانت تهنئة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لدولة البحرين بتتويجهم بالمركز الأول في الترتيب العام للدورة. بالتأكيد هاي الرسالة تحمل الكثير من المعاني، شو رأيك في هذا الشيء أستاذة سوزان ناصر؟ احنا نرد لنفس المكان زميلتي إيمان، يعني احنا قاعد نتكلم في شأن رياضي. أكيد. فدائما الرياضي، شأن الرياضي شأن واضح، هذه الروح الرياضية اللي يلمسها الإعلامي واللاعب، يعني اللاعبة والإعلامية تلمسها روح الرياضة، روح المبادرات. طبعا هو مو غريب عن الشيخة جواهر مبادراتها، عرفت شلون؟ فهذا الشيء كان واضح بالتهنئة، لأن أصلا يعني فوز البحرين هو فوز للخليج. صح، هالفوز لنا كلنا، خليجنا واحد، يعني صح. احنا يعني نعتبر ان فوز البحرين فوز، يعني البحرين احنا خليجي، فالفوز كان واحد اذا كان البحرين او الامارات او الكويت او يعني او عمان، فالفوز واحد، والفوز يعني لنا كلنا، مو فقط يقتصر على البحرين. اكيد. نعم زميلتي سوزان ناصر، يعطيك العافية على هذه المداخلة. شكرا لزميلة الإعلامية الكويتية سوزان ناصر، الصحفية بجريدة السياسة الكويتية، مع خالص أمنياتنا بالتوفيق الدائم. ومن توابع النجاح للدورة العربية للأندية للسيدات،
إلى صهيل الخيول وتظاهرة فارساتها، والموعد مع انطلاق القافلة الوردية ورسالتها، حيث ستظل الرياضة هي النافذة الأقوى في التأثير والترويج والتلاحم حول هدف واحد هو محاربة المرض. نتابع. وكان الموعد مع التظاهرة السنوية للمسيرة الثامنة للقافلة الوردية لتتواصل الرسالة التي من خلالها تتضافر جهود الجميع في تعزيز الأمل ورفع مستوى الوعي المجتمعي. عشنا اللحظات وأتينا بصورها من نادي الشارقة للفروسية والسباق، المسرح الذي شيد من أجل تظاهرة التف فيها الصغير مع الكبير، يتقدمهم سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة. نعيش معكم الكلمات التي كان لها صدى تلقفته القلوب قبل الأذان. نتابع جزءا من افتتاح انطلاق مسيرة القافلة الوردية الثامنة. بتبرع طبعا سخي من مؤسسة الشارقة للإعلام، ودشنا عيادات في مختلف إمارات الدولة، وصرنا نلتقي ولله الحمد دعوات من عواصم وبلدان غربية تدعون لإطلاق مسيرة فرسان القافلة الوردية على أراضيها. من وقف خلف الفعالية ولعب دورا مؤثرا في الترويج لها كان له نصيب من التقدير والتكريم. نتابع سويا الشركاء الذين استحقوا أن يأتوا من خلف الستار لواجهة الأحداث. اليوم فرصة نقول لسمو الشيخ جواهر بن القاسمي حارم حاكم إمارة الشارقة شكرا جزيلا على ما تقدمه للإنسانية بشكل عام وفي كل المبادرات وحقيقة الأمر فعالية كبيرة جدا. طبعا اليوم القافلة في السنة الثامنة نتائج ونجاح ما شاء الله واحد يفاخر فيه في على مستوى دولة الإمارات أو حتى على مستوى العالم كممارسة إنسانية، يعني تلقى نجاح كبير وتفاعل من أفراد المجتمع. القيادة العامة الشارقة نحن طبعا شركاء في نجاح كل مبادرة تقام في إمارة الشارقة لكل المؤسسات، ما بالك إذا كانت مبادرة موجهة للإنسانية فنحن داعمين كبير جدا. طبعا جدد من اللقاء اليوم للسنة الثامنة على التوالي في هذه القافلة الخيرية، في قافلة الخير القافلة الوردية، ويسعدنا طبعا كمصرف شارقة الإسلامي اليوم نحن الحمد لله نشارك ونساهم في هذه القافلة كمساهمة خيرية تتجدد، وهذا طبعا يعزز ويؤكد أهدافنا الاجتماعية ومسؤوليتنا الاجتماعية في المجتمع، وكذلك لنكون أحد رواد العطاء في هذه القافلة. ونسعى إن شاء الله السنة هذه مثل كل السنوات أن نحن نكون نساهم في إن شاء الله التغلب على هذا المرض والمزيد من الفحوصات ومزيد إن شاء الله من التوعية في المجتمع. التظاهرة ألقت بظلالها على قلوب كل من ساهم فيها وعاش نبضها لحظة بلحظة لتتواصل الجهود في تعزيز الأمل ورفع مستوى الوعي المجتمعي. أنا سعيدة جداً أن أكون موجودة اليوم، بشعر بفخر واعتزاز أن أكون بإمارة الشارقة، تربطنا علاقة متينة مع سمو الشيخ سلطان القاسمي وسمو الشيخة جواهر بنت محمد اللي قادت حملة سرطان الثدي. اليوم شفنا إطلاق القافلة الوردية اللي راح تتنقل بجميع أنحاء الإمارات، دولة الإمارات العربية، مشان تسمح للسيدات وخاصة بالأماكن النائية إنه تخضع لفحص الكشف المبكر لسرطان الثدي اللي راح ينقذ لها حياتها. اليوم الحمد لله انطلقت مسيرة فرسان القافلة الوردية من موقعها الدائم وبيتها الدائم اللي احنا نقوله اللي هو نادي الشارقة للفروسية والسباق. الحمد لله قدرنا اليوم احنا نقطع شوط كبير في القافلة الوردية. القافلة الوردية بعد 8 سنوات اليوم حققت نجاح كبير، ليس فقط بنشر الوعي أو بفرسانها
بالعكس احنا فخورين بهذا الشيء، ولكن اليوم حلم تحقق الى واقع، واليوم قدرنا ان احنا بعد 8 سنوات نملك قافلة متنقلة رح تجول الإمارات 7 طوال العام، فهذا الإنجاز الكبير لنا. جمعية أصدقاء مرضى السرطان تحت رعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وبتوجيهاتها الكريمة قامت بإطلاق حملة القافلة الوردية عام 2010، ذلك قناعة منا بأهمية التوجه والوصول إلى كل سيدة وفتاة في هذه الحملة وفي حملة التوعية بسرطان الثدي. وهدف القافلة هو التوجه لمختلف مدن والمناطق النائية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعميم الكشف وتعميم الثقافة الصحية وثقافة الكشف المبكر. مسيرة فرسان القافلة الوردية هي أحد مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان من أجل دعم قضية نبيلة مليئة بالتحديات، ولولا المشاركة المجتمعية الواسعة والحماس الكبير وروح العمل التطوعي لما كان الاهتمام والحفاظ على حياة الآخرين. مشاهدين ومتابعين الرياضة النسائية والرؤية الجديدة لها ملف مفتوح أوراقه على طاولة مجلس الشارقة الرياضي، نتابع ماذا بداخل هذا الملف في سياق التقرير التالي. لجنة رياضة المرأة هي لجنة انبثقت من اللجان الدائمة لمجلس الشارقة الرياضي في عام 2016 بعد المرسوم الذي أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة، وهي إحدى اللجان الدائمة لمجلس الشارقة الرياضي، وترأسها ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة. لجنة رياضة المرأة التي انبثقت بعد إصدار حاكم الشارقة مرسوم بتأسيس مجلس الشارقة الرياضي بأعضاء مجلس إدارة الجدد، وهذه اللجنة هي من اللجان الدائمة لمجلس الشارقة الرياضي الذي يرأسها عضو من مجلس الشارقة الرياضي و7 أعضاء آخرين من الجهات والمؤسسات والشباب الموجودين في إمارة الشارقة. وقد حرصت النقبي في أول اجتماع للجنة عقب انتهاء الدورة العربية للأندية للسيدات في نسختها 4 حرصت على أن تشيد بدور اللجان التي ساهمت في إنجاح الدورة، هذا النجاح الذي كان وراءه لجان عملت خلف الستار فجاهرت بالشكر والعرفان لكل منتسب لتلك اللجان على ما قدموه من مجهودات ارتقت بالدورة لمصاف الدورات المتقدمة وساهمت في تحقيق الكثير من أهداف لجنة رياضة المرأة. اللجنة عملت منذ 2016 إلى الآن بأهداف عديدة تم وضعها في النظام الأساسي الخاص في مجلس الشارقة الرياضي. من أهم أهداف هذه اللجنة أن توسع قاعدة رياضة المرأة في المجتمع الإماراتي وتحديدا في إمارة الشارقة، أيضا ترسيخ مفهوم ثقافة الرياضة أو رياضة المرأة في إمارة الشارقة، وأيضا توسيع الرياضات المهتمة فيها دولة الإمارات وتحديدا في الأجندات الخاصة بتطوير الرياضات في إمارة الشارقة مع الجهات المعنية برياضة المرأة. ولم تكتفي النقبي بتوجيه الشكر أو عرض الأهداف والإنجازات، بل حرصت مع أعضاء اللجنة الذين يبلغ عددهم 6 عضوات بجانب أيوب الشكري نائب رئيس اللجنة أن ترسم سياسة وخطة اللجنة لما هو قادم من أنشطة وفعاليات. توجد خطط تم وضعها في لجنة رياضة المرأة المستقبلية ستهم وستطور وتغير في رياضة المرأة بإذن الله مستقبلا بالتعاون مع الجهات الرسمية الخاصة برياضة المرأة وبجميع الجهات والمؤسسات المختصين بالاهتمام بالفتيات. فمن هذه الخطط بإذن الله المستقبلية ستكون توسيع الرياضات المهتمة في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة، كذلك سيتم تطوير كبير للفتيات الموجودات في الرياضة من ناحية نادي الشطرنج ونادي المعاقين للفتيات.
بالفعل الطموح لا يتوقف ما دام أصحابهم أصحاب الابتسامة، وما دام العمل مستمراً بكل إرادة وطموح من أجل صنعة مجد لإمارة تستحق أن تكون عاصمة للرياضة كما كانت عاصمة للثقافة. وما زلنا في تأثير الرياضة على محاربة المرض، ولكن هذه المرة المحاربة ستكون على جبهة أخرى هي آلام المفاصل. نتابع. وسط أجواء حافلة بروح المنافسة، توجت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الإمارة الباسمة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات الماراثون السنوي السادس الذي أقيم هذا العام تحت شعار اتصل الآن لا تتردد، حيث شهد السباق مشاركة حوالي 5000 متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار والجنسيات. طبعاً اليوم نحن فخورين وسعيدين بهذا التواجد وهذا التكاتف المجتمعي من جميع مؤسسات المجتمع في الماراثون السادس لمرضى التهاب المفاصل. لا تتردد، اتصل الآن. برعاية طبعاً الماراثون يحقق رؤية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حفظ الله ورعاها بتكاتف الجميع من أجل مرضى التهاب المفاصل وتشجيع المجتمع، جميع أفراد المجتمع على الحركة. الماراثون السنوي والذي يعتبر الفعالية التوعوية الرياضية الأهم على أجندة جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، فور انطلاق السباق من نقطة البداية على امتداد بحيرة الممزر انطلق مئات المتسابقين الصغار والكبار في أجواء حماسية، وهم يسعون وراء إثبات قدراتهم البدنية وتحقيق الفوز بهدف تمكين جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل. وفور انطلاق السباق من نقطة البداية على امتداد بحيرة الممزر انطلق مئات المتسابقين الصغار والكبار في أجواء حماسية، وهم يسعون وراء إثبات قدراتهم البدنية وتحقيق الفوز بهدف تمكين جمعية أصدقاء مرضى المفاصل من إيصال رسالتها التوعوية وتعزيز الوعي على حياة صحية خالية من الأمراض. اليوم إحنا مشاركين في ماراثون التهاب المفاصل من طلاب بجميع مدارس الشرقة، دبي، عجمان، أولياء أمور، خدمات إنسانية، جميع المراحل ابتداء من عمر 6 سنين لأعلى من 25 سنة. كما نعلم أن مرض المفاصل هو الأكثر شيوعاً لدى الرياضيين، والفكرة في التوعية عنه عبر الرياضة أيضاً كانت فكرة ناجحة وفعالة تضع الأسس والقواعد السليمة لمفاهيم إيجابية عبر مختلف الأصعدة. فمن الماراثون وسرعة الأقدام التي ستقطع مسافته إلى صالة الطائرة ومن حلق بنتائجها، كيف كانت وكيف كان الصراع المثير على صالة سيدات الشارقة؟ نتابع. على صالة نادي سيدات الشارقة استضاف صاحب الأرض فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة ضيفه فريق شوفرلي على أمل مواصلة ملاحقة المتصدر حامل اللقب فريق الوصل صاحب ذهبية الدورة العربية. ودخل فريق الشارقة المباراة وسط غياب لاعبته المحترفة الكوبية نوريس التي لم يكتمل شفاؤها بعد من إصابتها، فكانت سيطرة الفريق الضيف على نتيجة الشوط الأول بفارق ضئيل بنتيجة 25 مقابل 21. واستمر الحال في الشوط الثاني الذي حسمه فريق شوفرلي أيضا لصالحه بنتيجة 25 مقابل 19. وفي الشوط الثالث نزلت لاعبات الشارقة بإصرار وعزيمة قوية على العودة للمباراة، فسيطرنا على الشوط من بدايته وبفارق كبير من النقاط وصل إلى 7 مقابل 1 ثم 10 مقابل 2 وسط ظهور مدربة فريق شوفرلي ويندي الذي طلبت وقتا مستقطعا مرتين في محاولة لإفاقة لاعباتها دون جدوى. وجاء الشوط الحاسم
إما أن تعود لاعبات الشارقة للمباراة بالفوز والاحتكام لشوط خامس فارق، أو حسم لاعبات شوفرلي المباراة وهو ما تحقق بفارق كبير من النقاط 25-14. طبعا هو مش غيابات، هو غياب لاعب المحترفة، هي عنده إصابة، بس إن شاء الله يعني في المباريات الجاية بتكون مستعدة إن شاء الله. إحنا ما بغينا ندخلها أساس إن نحتاجها في المباريات الأصعب. وطبعا مباراتنا مع الفريق الفلبيني فريق يعني لا يستهان فيه، عنده مواصفات فنية عالية، وطبعا البنات ما قصروا يعني اليوم تلعب أنت 5 أشواط، معناته في 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 يعني في مباراة في بمستوى فني عالي يعني فريق، وإن شاء الله والأيام الجاية إن شاء الله الفريق أكيد بيأدي بشكل أفضل ما عنده. الحمد لله على كل حال، الفريق مثل ما قلت غياب اللعبة أثر فيه، بس في النهاية بعد حاولنا أن نعطي نقدم الأفضل، بس توفيق من رب العالمين. إن شاء الله نعوض في المباراة الجاية، بعد بتكون مباراتنا قوية ضد إسبيريا، بنشتغل على أعمارنا هالأسبوع عشان نقدم الأفضل. كانت مباراة صعبة وقوية مع سيدات الشارقة، ولكن بنات شوفرلي كانوا على الموعد. أنا سعيدة بحصولهم على أشواط المباراة وتحقيقهم الفوز. فريق سيدات الشارقة قوي جدا، نحن نلعب أمامهم منذ عام 2014، فريقهم قوي ومدربتهم كذلك، الأمر الذي يجعلنا نفاخر بفوزنا عليهم، كما أننا سعداء لدعوتنا لنشارك في منافسات الطائرة لموسم 2018. الدفاع الخاص بفريقنا كان جيد لأنه بيلعب على النقطة، وبالتالي لدينا تركيز قوي، والحمد لله هذا التركيز جعلهم يفوزون بالمباراة. أحسن لاعبة في فريقنا هو الفريق بأكمله، ولا يوجد اسم بعينه، لأنهم يتمرنون بجد ويعطون أكثر ما عندهم، ورغم مسؤوليتهم الوظيفية إلا أنهم يحرصون على إيجاد الوقت للتدريب. رغم تألق سيدات شوفرلي في قمة الطائرة، إلا أن سيدات الشارقة أيضا قدمنا صورة مشرفة أمامهن استحقت بها وصافة دوري الطائرة. مشاهدينا ومتابعينا، وصلنا لنهاية محطة اليوم من رحلة العطاء للمرأة الإماراتية. نتمنى أن نكون على قدر الدقائق التي عشناها معكم. لقائنا يتجدد الأسبوع القادم بمشيئة الله، إلى أن يحين الموعد أستودعكم الله.